يقال عن الملاكمة بأنها فن نبيل، ورضوان يوسف نزل به إلى أرض الواقع تجسيدا وممارسة، لكنه ارتفع باسمه مشهورا بعد فوزه بالعديد من البطولات الدولية والعالمية، فضلا عن كونه بطل الأردن على مدار أكثر من 15 عاما. غير أن أحلامه فتحت العديد من الجراح التي تعاني منها الرياضات الفردية في الأردن، ومنها رياضة الملاكمة. كنت من 82 إلى 97 مثلت الأردن في كثير يعني بطولات، يعني غير بطولات مملكة. كنت أمام في بطولة الدورة العربية، شاركت في بطولة تركيا الدولية، شاركت بطولة عالم عسكرية يعني. وكان واحد شاب يعني، هسه الإنسان كبر شوي يعني. فالمهم أنا كنت طالع مع على أمريكا قبل فترة، وأنا بأمريكا يعني كنت ماخذ إجازة لمدة شهر، ويعني تعرف حبيت أطور حالي من حالي يعني. فكان في دورات مدربين، خاصة لأنه أخوي بطل العالم وهذا اسمه رمزي، فقال لي ليش ما تأخذ مثلا دورة؟ قلت له والله منأخذ يعني. فأنا بالدورة هناك يعني قالوا هاي مدتها 3 أشهر، بس أنا هون ماخذ إجازة شهر. فاضطريت إني أحكي للشباب، أنا موظف بلدية طبعا، حبيت أحكي للشباب إنه يعني تأخذونا مثلا إجازة يعني بعد الشهر. فاتصلنا والله بالملعب وحكينا لهم اللي بداوم فيه، فإجا قال لي يعني ما بنقدر. قلت له ليش ما بتقدر؟ قال لي لأنه إحنا يعني أنت ماخذ لمدة شهر وما بنقدر، القانون ما بيقبل. قلت له يا سيدي مش مشكلة، إذا بدكم أنا بخلص. فاضطريت إني أحكي للشباب يقدموا لي استقالة، بس أنا يعني حاب أرجع أخدم البلد، وأنا عضو بالاتحاد الملاكمة وطول عمري يعني بمجال الملاكمة، يعني ما خليناش مكان إلا رحنا دربنا فيه، يعني عاملوني بالآخر بهاي الطريقة. لم يتنازل رضوان عن مبادئه ولم ينزل تحتها، بل ارتفع بإرادة البقاء على نهجه، ولكم كل الإغراءات بيده. لكن من خط بقفازاته إنجازات الملاكمة الأردنية في السابق قاده القدر إلى ظاهرة النسيان، وكأن إنجازات الماضي ليست حقيقة. اتحاد الملاكمة يعني دائما مقصر مع هاللعيبة، يعني اللاعب بيجي صغير وبتطور حاله وبصير ملاكم وبجيب للبلد وبرفع علم الأردن عاليا، ولما يكبر بحطوه على الرب، يعني زي الخيل الإنجليزي لما يكبر بطخوه. فهذا احنا ما بدنا هيك يعني، هاي الشغلة حرام. فبنا يعني أنا مش عشاني بجوز، على عشان أجيال ثانية. أنا جيت بوقت هسه بجيل يعني مش زي أيام جيلنا. أنا لما كنت أنا ألعب زمان يعني الحمد لله تكون صالي كلها فل، رضوان يوسف بده يلعب الحمد لله، بس بنا يعني لما نكبر يعني ما يحطونا على الرف. بس وبالنسبة للبلدية أنا يعني أنا يعني ما كنت أنا بدي أبطل، ولا هم أجبروني يعني، باعتبار هم يخلوني يعني أقدم استقالتي. يعني كل هذا جزاتي عشان طلعت أطور حالي عشان يعني أجيب دورة مدربين وأرجع أخدم البلد. الحمد لله أنا يعني فيش نادي إلا بعرفني، فيش مكان إلا دربت فيه، دربت ناس مسؤولة يعني وهم بيعرفوا. بس أنا يعني ليش تصير معي هيك يعني، حرام يعني. بالآخر أنا ما أقدر أدفع جار داري ولا أقدر يعني أعيش أولادي. لا يموت من ترك موقفا، لأن الحياة في مجملها مواقف. فقد ترك رضوان إرثا بقفازاته ومآثر كبيرة بلسانه، بانتظار أن ينصفه القدر.